هل السعادة حالة عقلية أم قرار نقوم به؟ هل تعتقد أن السعادة عبارة عن حالة ذهنية أم أنها قرار نتخذه؟ هل السعادة تعتمد على شيء نقوم به أو على شيء نحققه؟ هل يتعلق الأمر بعوامل خارجية أم يعتمد ذلك فقط عليك؟ لو قمنا بفصل السعادة من العوامل الخارجية، فإننا نجد أن هذه العاطفة هي في الواقع أكثر ارتباطاً مع قرارنا الشخصي في كيفية رؤيتنا للأشياء التي تحدث لنا. إذن يمكننا القول بأن السعادة مرتبطة برؤيتنا للعالم، ولكن على ماذا تعتمد هذه الرؤية؟ العديد من الفلاسفة والمفكرين يقولون حتى لو بحثنا عن السعادة في الخارج فهي دائماً موجودة في داخلنا وعلينا فقط أن نجدها. هذا البحث الداخلي يؤدي بنا إلى رؤية جديدة للعالم تأتي من الأشياء التي نقوم بها وتصورنا لأنفسنا. الأشياء التي يجب أن نفعلها لإيجاد هذا المسار الداخلي للسعادة هي تلك الأشياء التي نشعر بها كاحتياجات حقيقية، تلك التي نتجاهلها عادة، وتلك التي قد لا تكون هامة ولكنها ضرورية بالنسبة لنا. إن القيام بكل هذه الأمور سيساعدنا على تغيير رؤيتنا للعالم، وسنضع الأمور في المنظور الصحيح ونبدأ في الشعور بالسعادة لما هو فينا ولما يحيط بنا.